المعرفة طريق طويل، بيبدأ من يوم الميلاد وبيكبر يوم بعد يوم، ومع كل حرف وكلمة بتتخلق شرارة أول علاقة صداقة بين كل طفل وكتابه. وعشان كده معرض الشارقة الدولي للكتاب بيحرص كل الحرص على تعزيز العلاقة دي من خلال عدد كبير من الفعاليات دورها تساعد كل طفل إنه يلاقي طريق المعرفة الخاص بيه. التجربة العملية هي أقصر طريق لوصول المعلومة، وده اللي حققه المعرض من خلال عشرات ورش العمل اللي بتتنوع بين تنمية المهارات ورفع الوعي ودمج العلوم بالفنون. الورشة اللي عم بقدمها اليوم هي مختبر العلوم. كلنا بنعرف انه مادة العلوم بالمدرسة هي مادة اصعب مادة بتكون، والاطفال كتير ما بيحبوها عادة، فانا لقيت حل ان اذا بجمع العلوم مع الفن ممكن خلي الاطفال ينجذبوا لهيدي المادة. فاللي عم نعمله هون عم نعمل كل التجارب عم نعملها بايدينا، يعني هن بيعملوا التجربة وبصير اسالهم شو صار، طب ليه صار هيك، بصيروا هن يحللوا مع بعض، بيشتغلوا كفريق عمل واحد، فكل واحد بصير يكب كلمة لهن يوصلوا للنتيجة. انا مبسوطة لانه بحب العلوم وبحب أعمل تجارب، وهي أول مرة بخلط بين يعني بين العلوم والفن. تجربة حلوة، عشان كذا أنا فرحانة وإن شاء الله بسوي تجارب علمية في البيت مع أخواني وأمي وأبوي عشان نستمتع مع بعض. هي صراحة هي حاجات أنا واخدها في المدرسة، بس اللي أنا أجربها يعني أنا واخدها في كتب، أنا أجربها بالأصل ده يعني متعة بالنسبة لي. عروض مختلفة بيقدمها المعرض سواء على خشبة المسرح أو عروض حية، ومع تنوعها قدرت تسعد جمهور المعرض من الأطفال وكمان الكبار. العروض جيدة وبتشجع الأولاد أنه يصيروا يحبوا موضوع القراءة ويحبوا موضوع الكتب، ويصيروا في عندهم ألفة بينهم وبين الكتب أكثر، وهذا شيء ضروري مهم للأطفال. حاجة مهمة جدا للأطفال يحضروا عروض مسرحية أو عروض سحر أو هكذا، لأن العروض دي حاجة مهمة جدا في تنشئة فكر الطفل وفي تنشئة حواسه برضه. خفة اليد كانت عجباني أكثر حاجة، لأن آخر حركة عملوها اللي هي بتاعت الكروت دي كانت عجباني صراحة، وأنا بحب خفة اليد وبحب السحر. كتير استمتعت بشكل عام، كتير بحب نوع الكتاب. فعاليات كتير، لكن الهدف من وراها واحد، وهو خلق صلة قوية بين كل طفل وصفحات كتابه. وهنا بتستقبله دور نشر كتب الأطفال بوجبة دسمة من القصص والعلوم والألعاب التعليمية. نحن متميزين بأن نحن تطرقنا إلى الاحتياجات الخاصة، نحن موفرين كتب للمكفوفين، لمتلازمة داون، لأطفال التوحد. تخصصنا في هذه المجالات لأن لقينا أن في شوية صعوبة نلقى كتب خاصة بهذه الفئة. أسراتنا مميزة طبعاً، ودائماً بنحاول نقدم شيء، يعني اللاين المختلف تبعنا هو بشكل خاص كتب ثنائي اللغة، وبتحمل قيم جميلة جداً للطفل. المعرض مهتم بجميع النواحي للأطفال بشكل مرضي، لأنه عاملين حتى جناح خاص اللي هو جناح 7 ده للأطفال، عاملين فيه أنشطة وفعاليات، وفي دور نشر كبيرة جداً من كل الدول فيها كتب باللغة العربية والإنجليزية وباللغات التانية في جميع النواحي. أنا أحب أكثر شيء الكتب العلمية لأنه فيها تجارب وأشياءات ممتعة، وأحب أجي المعرض حتى أثقف وأعرف معلومات أكثر. المعرض ده حلو علشان هو فيه قصة أطفال عجباني جدا. الطفل في رحلة اكتشافه للعالم محتاج لدليل، وده اللي قدمه له المعرض على مدار سنين طويلة، علشان يضمن لكل طفل إنه يعيش تجربة فريدة مع المعرفة، يبدأ من خلالها علاقة أقوى مع الكتاب. علي عامر، MBC مصر.